شو صار معاه؟ قلت له انه وفد من اهالي حارة ابن بطبوطة جايين يقابلوه. قلت له شو قال؟ قال طولوا بالكم شوي، عم يحكي مخابرة دولية على التلفون. ليش جايبين ولاد؟ لا تولاد، احترم نفسك. ها انا اسمي ابو نضال. طول بالك ابو نضال، لا تعملنا مشكلة ولا العم. ما اغلظوا حتما معلمه، اغلظ منه ولا ما كان حطه، لانه الناس على دين بلوكا. حاضر معلم، تفضلوا فوتوا، بس لا تطولوا، المعلم عنده اجتماع بعد 10 دقائق. محمد اسلوب بدونك سبب، عنده اجتماع بعد 10 دقائق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اعوذ بالله، اعوذ بالله. خير ان شاء الله. شوفي شو بالاخ. تفضل تفضل، عود ارتاح. اهلا وسهلا فيكم. خير، شو بكم؟ شو بقول اخ يعني؟ الحقيقه يا استاذ، اخونا ابو نضال ماشي بالطريق وقامت. معلش انت اسكت. يعني عفوا، خليني اسمع من تمه مباشره. تفضل احكي اخ، شو صار معك؟ الحقيقه انا كنت عم بقطع الشارع الدولي اللي فتحوه بحارتنا وانا رايح على القهوه. ايه؟ وفجاه ضربتني سياره مسرعه وهربت. يا لطيف يا لطيف، تلطف. الله اكبر كبير. الحمد لله على السلامه ان شاء الله. الحمد لله على السلامه يا اخي. معلومك سيدنا، هالطريق صاير مصيدي لأهل الحارة كبار وصغار، لأنه الأوتوستراد طويل كتير وما في محل نقطع منه. جد عم تحكي؟ ما في محل تقطعوا منه؟ بتصدق يا أستاذ إنه جارنا أبو إسماعيل حط ولاده بالبيت وما عاد استرجع يبعتوا له على المدرسة؟ شو هالحكي؟ حطهم بالبيت؟ لا 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 لا، حدا بيحطهم بالبيت؟ والجمعة الماضية يا أستاذ انفعس بياع اليانصيب الأعمى وهو عم يقطع الأوتوستراد. الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة. بايش بقدر بخدمكم؟ ما قلتوا لي ليش جايين تقابلوني انتو؟ استاذ نحن في عنا شوية مطالب ومنتمنى من جنابكم انكم تنفذونا اياها. ولا يهمك ولا يهمك، انا عرفت مطالبكم، يعني انتو بدكم نلاقي حل لمشكلة الطريق الدولي، مو هيك؟ دايما. وبعد اذنك استاذ، في لنا كمان مطالب تانية. خير، شو المطالب بقى؟ الحقيقه اجتمعنا انا والشباب وكتبناهم على ورقه، رح اقرا لك اياها. لا لا ما في داعي يا اخ، ما في داعي، اعطيني الزبده وانا رح استوعب. اول مطلب سيدنا، بعد امرك يعني، بعد امرك، بدنا منكم تعملوا لنا جسر على الاوتوستراد. حلو، جسر فوق الاوتوستراد. ها، مشان يمشوا عليه الناس يعني؟ طبعا طبعا، البهايم لكان. وبدنا كمان من جنابكم تسعونا بمنع قطع الأشجار عنا بالحارة. ليش عم يقطعوا شجر بالحارة؟ ايه والله يا سيدي. ايه يا لطيف، الله أكبر كبيرة، شو هالجهل هذا؟ ومين عم يسترجي يقطع الشجر؟ البلدية. مو معقول، مو معقول منوب، أنا مستغرب تماما. ايه سيدي لا تستغرب، قال مشان يعرضوا الطريق حتى تمرق السيارات. فهمت عليك فهمت عليك، قطع الشجر مشان تمرق السيارات. يلي بدي يقوله وبمنتهى الشفافية والصدق، أنا بموقعي كمسؤول هون إيه ما بيطلع بإيدي. شلون ما بيطلع بإيدكم أستاذ؟ مثل ما عم قلك، ما بيطلع بإيدي ولا بشكل. يعني ولا حتى نص الطلبات؟ ولا حتى ربعة. يعني صندوق بريد بالحيط بشي حارة ما بمون ركبه. معقول يا استاذ؟ معقول ونص؟ هذا اللي صاير معي. بتصدقوا بالله انه هذا الازن يلي متصنبع جوا ورا الطاوله ما عم يطلع بايدي غيره او انقله او جيب واحد بداله؟ عم خاف منه. تيتي تيتي، مثل ما رحتي مثل ما جيتي. بصراحه الرجال استقبلنا وكان صريح معنا وما كذب علينا وضيفنا كمان. قالوا ضيافي، ايش مفكرين على استقبال ولا على مضافة؟ المهم تنحل مشاكلنا، يعني لهلا ما انحلت ولا مشكلة منهم، لاقونا حل استاذ حسام. طيب شو رأيكم نقابل أبو عباس؟ هذا تقيل كتير وبيقدر بيساعدنا. أبو عباس؟ لك إيه إيه، عم يقولوا كلمته ما بتصير بنتين وإيده طايلة. بيستقبلنا يا ترى؟ لك طبعاً بده يستقبلنا غصباً عنه. يلي عجبني فيكم يا شباب الدقة بالموعد، يعني أنتوا إجيتوا على الوقت تمام.
اي نعم سيدي، بصراحة صرنا ساعة واقفين على الباب. برافو عليكم، يلي بيحترم الوقت بيستحق الاحترام، وأنا تعاطفا معكم رح أعطيكم من وقتي ربع ساعة. منيح هيك؟ الوقت ماشي عليكم ها؟ تفضلوا، هاتوا الخلاصة. سيدي باختصار أحوال الحارة تعبانة كتير، من سنة فتحوا طريق الأوتوستراد والسيارات عم يمشوا مثل الصواريخ، عم تصير حوادث كتير سيدنا. عندك إثبات؟ سيدي الجرايد عم تكتب عن هذا الموضوع بشكل يومي تقريبا. لك شو جرايد؟ مرحبا جرايد، أنا ما بصدق كلام الجرايد، بدي إثبات حسي. أنا الإثبات الحسي سيدي. شلون يعني؟ سيدي من أربعة أيام وأنا عم بقطع الشارع إجت سيارة مجنونة وأخذتني بطريقها، وهي أنا قدامك. ها؟ لا لا هذا مو إثبات جواد. عفوا شلون مو إثبات سيدي؟ يعني بجوز تكون واقع من على الأسطوح أنت. سيدي تفضلوا، هي تقرير الشرطة وهي ورقة من المستشفى. ايوه ماشي الحال. والثاني؟ ايوه صدقناك. شو المطلوب هلا؟ يعني بدنا تبنوا لنا جسر فوق الاستراد. ايوه طيب بسيطة. شو؟ ايه بدهن جسر. غيره؟ سيدي بدنا تطمونا هالجوار والخنادق عنا بالحارة من سنتين. يعني يوجد بحارتكم جوار وخنادق غير مطمورة من سنتين؟ نعم سيدي. بدي إثبات. سيدي هي صورتي وأنا واقع بالجورة والناس عم تطالعني منها. شرح. هاي صورتك؟ اي نعم صورتي. حلوة. مين أخذ لك إياها؟ جارنا وكان شمتان فيه. وليش شمتان فيك بقى؟ لأني كنت شمتان فيه لما وقع فيها هو. ظريفة هاي شغلة الشمات المتبادلة. على كل حال أنا رح أقبل بهالصورة كدليل. المطلوب ردم الحفار والخنادق. غيره؟ سيدي مشان الأشجار. شبه الأشجار؟ البلدية عم تقطعهم بالليل مشان ما حدا يشوفهم ويحتج. هذا اتهام خطير. عندك إثبات؟ اي نعم سيدي عندي. هاي صورة لرئيس البلدية وهو عم يقطع شجرة عمرها 50 سنة بالليل. متأكد انه هذا رئيس البلدية؟ نعم سيدي متأكد. طيب والمطلوب؟ منع قطع الأشجار ومعاقبة الفاعلين. طيب وقف قطع الأشجار ومحاكمة الفاعلين. ماشي وهي راح نحتفظ فيها كدليل. اي سيدي باقي لكم 5 دقائق ها، استغلوا وقتكم بالمفيد. سيدنا بدنا فرن وبدنا صندوق بريد. يعني ما عدكم لا فرن ولا صندوق بريد؟ لا ما معقوم؟ شو الإثباتات؟ سيدنا اسأل. هي التليفونات قدامك اسأل. بعرف قدامي لكن ورائي، بس انتو اللي لازم تجيبوا الإثباتات مو أنا. طيب سيدنا بلا الفرن وبلا صندوق بريد صرف نظر عنه. ما بدكم ياهم؟ بلا ان شاء الله. ما بدكم لا فرن ولا صندوق بريد؟ ما بدنا سيدنا. سحبتم يعني؟ سحبنا سيدنا. طيب وان شاء الله بنشوف الحل السريع على ايديكم سيدنا. ماشي الحال، اصبح باقي لكم على هوا ما اذكروا، باقي لكم الجسر فوق الاستراد وتمر الجوار وشو؟ قطع الاشجار، مو هيك؟ اي نعم، اي نعم سيدي. طيب يا شباب انا رح اقول لكم كلمتين صغار. صدقوني يا حبيباتي انا ما بيطلع بايدي. هو صحيح انا الي مركز مهم واضرب واطرح، بس للاسف ما بيطلع بايدي. هيك لكم ما بيطلع.
بتصدقوا انه صار لي سنتين طالب تصليح الكونديشن او احضار كونديشن جديد للمكتب ولهلا ما جابوا لي اياه؟ بتصدقوا انه امبارح الشرطي كتب ابني مخالفه لانه عم يشفت ولما قال له انا ابن فلان قال له الشرطي شي بهوي؟ يعني شباب يعني بتل بيقلكن تورشي عزرك ولا تورشي بخلك. على كل حال خلص وقتكم، انا اسف عندي موعد تاني بعد دقيقتين ونص. خلونا نمشي شباب. اي اهلا وسهلا فيكم. يا اهلا وسهلا، الله معكم، مع السلامه، شرفتوا. يا سواد وش لقدام على الحارة؟ قال شو مشكلين وفد ورايحين لعند المسؤول. ايه شو فكرة خب اللون؟ جبنا من اللون يعني من اللون يلي عم بيصير معنا. ليش ما عم شوفك ابو نادي؟ اطلع من هالبواب ابو عباس، المرة الماضية عزمتك على السهرة عنا بالفيلا وما جيت. طبعا ما بدي اجي لاني كنت معزوم على سهرة اتسم من سهرتك. شلون يعني اتسم؟ ايه كان عندي قطتين بيفرجوا. اسمح لي يا ابو نادر، سهرتي كانت أدسى. شلون يعني؟ لأنه كان بسهرتي ثلاث قطات بيقولوا للأمر قوم لنقعد مطرحك وإفرنجيات كمان. لا إذا هيك عم تحكي الحق بإيدك. إيه سيدي اللي إمتى فضل العروض عنكم؟ على الأغلب يا السبت يا الأحد. معناتها العرض اللي مقدمه أنا رح يكون أحسن شي. إيه بجوز، ما بين شي لسه. لا اسمح لي يا ابو عباس، اسمح لي لك يعني لازم نحكي بصراحة. الله يرضى عليك، إذا ما بيطلع بإيدك خليني أدبر حالي. لك شو ما بيطلع بإيدي؟ شو جنيت أنت؟ جنيت؟ الله يسامحك يا أبو نادر، ليش مين قال لك قدم على المناقصة؟ مو أنا ولا نسيت؟ إيه لا ما نسيت، بس الواحد لازم يطمن على حاله. لا تخاف لا تخاف، أنا يلي بيطلع بإيدي شغال لساتني. ولو شو صار كمان؟ خير يعني شو بده يصير؟ مثل العادة، يا واحد انعطب، يا واحد اعطاك عمره، يا واحد نفت من ايدين عزرائيل. يا جماعة يا جماعة والله العظيم صرت اقرا الفاتحة كل ما بدي اقطع الشارع. بتعرفوا شو الخبرية المزعجة اللي سمعتها امبارح؟ شو هي؟ امبارح عنا بالحارة قاطعين 20 شجرة بينام عليها أكثر من 1000 عصفور. لا حول ولا قوة يا لطيف. طيب وآخرتها؟ شو العمل؟ شو العمل يعني؟ هي قابلت 3-4 مسؤولين وما طلع معنا شيء. أنا من رأيي يا جماعة تشوفوا مسؤول أكبر. مين يعني أكبر؟ أبو معتصم. أبو معتصم؟ إيه نعم، ليش ما بتروحوا لعنده وبتشوفوا؟ ومين قال لك ما رحنا لعنده؟ رحنا لعنده أول واحد وقال ما بيطلع بيده شيء. بجوز بس من مدة 10 أيام أبو معتصم استلم منصب عالي كتير، يعني أهم من أبو عباس وأبو دباس. بدل مين استلم؟ استلم بدل أبو زاهي. شو هالحكي؟ بالله عن جد بدل أبو زاهي؟ مثل ما عم قلكم، بقى لما زرتوه بمكتبه ما كان يطلع بإيده شيء، بس هلأ هو الكل بالكل وكلمته ما بتصير تنتين، وبتليفون واحد بحل كل المشاكل. والله شي بحييك. شو رأيكم يا جماعة؟ أنا رأيي ناخد موعد ونهنيه ونذكره بقصتنا. يعني فكركم رح نستفيد؟ أخي ليش ما تستفيدوا؟ الزلمة بإيده مقدرات البلد كلها. وشو رح يوصلنا لأبو معتصم وهو بهالمنصب الكبير؟ يا سيدي أنا بلكم، بتعرفوا الخياطة جورجيت يلي براس الحارة؟ طبعا. مرت أبو معتصم ما بتخيط إلا عندها. شو موبايل إيمون؟ إيمون. ودي أفون كمان معي مفاتيح. تمام. خلاص. شو شاطر. شاطر.
10 ليرات. حطن هون. شو هذا؟ سيخ معدني كاكو بإيدي. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. يعطيكم العافية سيدنا. السلام عليكم سيدنا. لوين رحتوا من هاتجوا لعندي؟ رحنا لعند الرفيق أبو عباس وأبو نادر وأبو منار. وشو قالوا لكم هدول؟ يعني قال ما بيطلع بإيدهم. ولهالسبب اجيتوا لعندي آخر شيء مو هيك؟ إيه نعم سيدنا، ونتمنى تنحل القصة على إيديكم. أيوه. وليش جايبين هذا الكسيحة معكم؟ حتى تستعطفوني عليه يعني؟ سيدي أنا مالي كسيحة، بس في سيارة ضربتني على الأوتوستراد وهربيت. وأكيد حطيتوا القضية ضد شي مسؤول. لا سيدي، سجلناها ضد مجهول. سيدي عفوا، رأيكم مطالب أهل الحارة؟ لا 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 لا، بعرفها، لا تعذب حالك. يعني متذكرينها سيدي؟ ولك ليش أنتوا خليتوا جريدة بالبلد؟ أو مجلة أو تلفزيون أو إذاعة وما شكيتوا لون؟ ولك يخرب بيتكم، حتى الجرائد الأجنبية نشرت أخبار حارتكم. يعني باختصار فضحتونا، بهدلتونا، نشرتوا غسيلنا الوسخ، نكستوا راسنا قدام الناس. العمى على الحالة؟ يعني ما صفي بالبلد غير مشاكل حارتكم؟ هاي ساحة الأمويين صار لها 5 سنين منكوتة وما حدا اشتكى. بقى شو صار لكم أنتوا؟ سيدي والله من حرقة قلبنا يا سيدي. بقى يا ريت سيدي تساعدونا بحل مشاكل حارتنا وما رح ننسالكن هالفضل ابدا. ولك ما بتفهموا انتو؟ ما بتفهموا؟ ما اجيتوا لعندي هديك المرة وقلت لكم انا ما بيطلع بايدي؟ صحيح سيدي، بس الله يعزم اقداركن، يعني هلا جنابكن ترفعتوا وصار كل شيء بايدكن. ومين قال لك؟ مين قال؟ وحيات الغوالي، وحيات الغوالي ما بيطلع بإيدي. شو يعني؟ شو يعني مفتكرين إنه أنا أحسن من يلي رحتوا لعنده؟ أبداً، لا تغركم المظاهر أبداً، أقسم بالله العلي القدير، أقسم بالله وحيات الغوالي، أنا ما بقدر أروح على التواليت إلا حتى أخذ إذن من فوق، وإذا رحت بأخذ الموبايل الخاص تبعي معي. يعني سيدي ما بيطلع بإيدكم؟ على الإطلاق، يا ريت. على كل حال أهلا وسهلا فيكم والله معكم. سيدي معلش بدي أسألكم سؤال لو سمحتوا. تفضل سؤال خلصني. يعني إذا ما كان بيطلع بإيدكم شيء ليش عم يرفعوكم؟ أسألهم إلهم. طيب إذا كنتوا عفوا يعني رجل كرسي وما بتمونوا على شيء، شلون بترضوا على حالكم تبقوا بمنصبكم؟ لك ليش ما بتستقيلوا وبتخلوا واحد تاني يقعد مطرحكم يكون بيطلع بايده ويريحنا؟ خراس ولك؟ خراس تضرب بها الراس؟ لك شو خراس ولك؟ العمى على هالقصة مقصر وعصب وحامي، لا ومنزع ورا الطامع على الفاضي وما بيطلع بايده شيء. ولك شو جنيت انت؟ جنيت يا حماد؟ مو انت بعظمة لسانك عم تقول ما بيطلع بايدك شيء؟ ما بيطلع بايدي شيء؟ طيب أنا بفرجيك شو رح يطلع بإيدي. بتاخذوا لي هالقرم على عندكم بتشربوهم فنجان قهوة مرة على كيفكم، وبتاخذوا راحتكم معهم على الآخر، وخاصة هذا أبو لسان طويل. قال ما بيطلع بإيدي قال.